بنسمع يا دكتور برضو يعني بمناسبة السؤال ده، ليه بنسمع عن ناس بياخدوا التطعيم وبعد كده بيحصل لهم بيصابوا بالكورونا؟ هقول لحضرتك اول حاجه، التطعيم لازم بتختلف رد فعل الناس، الانسان اللي اتطعم من فرد للتاني. يعني في واحد مناعته قوي، رد فعلها قوي شويه، فبيبقى يبدا الموضوع الحراره والسخونيه والام المفاصل والكلام من ده بيبقى زايد عنده عن واحد تاني. دي فاريبلتي ما بين الناس، ما فيش فيها حاجه ثابته، تمام، بس ده مش معناه ان هي ان هو ان اصيب مش معناه بالكورونا ان هو يعني. اصيب، لكن في نفس الوقت هو ممكن يكون مصاب، يعني ممكن يصاب بعد ما ياخد اللقاح. لانه انت المفروض ان انت تقريبا بتقعد 12 يوم، ممكن بعد اللقاح ممكن انت تتصاب، ده في الجرعه الاولى. في الجرعه الثانيه ممكن بتقعد تقريبا نفس المده او اكتر شويه كمان لحد ما يبقى الفعاليه كامله. لان انت ليه بتاخد جرعتين؟ لان في الجرعه الاولى بتديك فعاليه بنسبه، الجرعه الثانيه بتزود النسبه دي في درجه الامان بتاعتها. تمام، وفي نفس الوقت في مده لحد ما بتبدا تشتغل، المده دي انت ممكن فعلا تتصاب فيها. ده غير ان المصل نفسه، عشان برضو تبقى الناس عارفه، مش معنى انك اخدت المصل مش معنى انك مش هتتصاب. لا، تمام، انت في مثلا في امصال فعاليتها حاجه و80%، وفي امصال فعاليتها حاجه و90%، يبقى معنى كده انها مش 100%. مش 100% لكن بالظبط. 100% في دي ايه حتة بقى؟ مهمة جدا عشان الناس متخيلة انه لا ياخد المصل خلاص يعني مش هيجي له كورونا. لا، فاحنا عايزين نأكد هي الناس على في الحتة دي يعني. احتماليه، واحتماليه نسبه مثلا 15% انها تجي لك تاني، بس بعرض اقل ولا نسبه اقل. بس تمام. يبقى هي بتفيدنا بقى ايه؟ 100% ايه بقى؟ 100% انك لما تجي لك كورونا مش هتجي لك صعبه وهتحتاج دخول العناية والكلام من ده. ده بنسبة 100% مش موجود مع اللي تمام، أخذ المصل يعني ممكن تعدي كأنها دور انفلونزا عادية بالظبط. يعني يعني. شو حتى لو جات لك مفيش خوف عليك، بعكس اللي انت وما أخذتش المصل انت في ريسك ان انت ممكن تدخل العناية ولا قدر الله تتوفى. فعشان كده اللقاح مهم جدا. يعني هي تطمن، هي بتسافر لابنها مدام منى، مفيش مطمنه تسافر يا مدام منى مفيش ان شاء الله مشكلة. مش هيحصل حاجه.